بتنظيم من مكتب شبيبة أبرشية بترا وفيلادلفيا بعمان، عقد في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بأم السماق اللقاء السنوي للشبيبة الملكية في الأردن، والذي جاء هذا العام بعنوان اقبلني شريكا، حيث جمع هذا اللقاء عددا كبيرا من مختلف كنائس الروم الكاثوليك في المملكة. إلى المزيد. تحت رعاية صاحب السيادة كيرجوزيف جبارة جزيل الوقار، وبدعم مشكور من البعثة البابوية ومطرانية الروم الكاثوليك، نظم مكتب شبيبة أبرشية بترا وفيلادلفيا لجنة الجامعية والعاملة اللقاء السنوي الرابع للشبيبة الملكية من هذه الفئة درب الملكوت تحت عنوان اقبلني شريكا، وذلك في مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق. ابتدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي ترأسه صاحب السيادة كيرجوزيف جبارة، وعاونه الأب بسام شحاتيت النائب الأسقف العام، والأب عماد بواب، والأب فارس بقاعين، وضيف اللقاء الأب ساسين غرغوار من لبنان، وبحضور الأب غازي خوري، والأب اليسوعي هشام الشمالي، والإخوة الشمامسة، والأخوات الراهبات، وما يقارب 120 شابا وشابة من رعايا المملكة، بالإضافة إلى عدد من أبناء رعية المطرانية. وقد انطلق صاحب السيادة في وعظته للشبيبة من عنوان اللقاء اقبلني شريكا، فليس من السهل أن نكون شركاء للمسيح والله، لكن أيضا لا يمكن أن أعيش على هذه الأرض بدون الآخر وبعيدا عن الله. اقبلني شريكا، أي أعطيك كل ما لي وأنت تعطيني كل ما لك، حتى نستمر سويا على درب الحياة بعيدا عن الانعزال والتقوقع، فنحن شركاء مع بني البشر وشركاء مع الله في خطته، فلا يمكنني أن أستمر بذاتي ومن ذاتي ولذاتي. الله مش بإمكانه يعمل كل شيء من دوننا، ونحن مش بإمكاننا نعمل كل شيء من دون الله. اقبلني شريكا يعني منا نقبل بالشراكة، منا نعمل شركة، يعني بدي حط من ذاتي والآخر بدي حط من ذاته، أنا بحط من ذاتي والله حط من ذاته، بدي اقبل التآزر، بدي اقبل إنه الآخر بدو يتعاون معي، بدي اقبل إني بدي يتعاون مع الآخر، بدي يتعاون مع الله، بدي يتعاون مع الآخرين. إذن هذا المبدأ الثاني، مبدأ اقبلني اليوم، مبدأ التآزر، مبدأ بدي حط اللي عندي والآخر بدي حط اللي عنده حتى نقدر نعمل شركة. وبتعرفوا كلمة شركة إحدى الكلمات اللاهوتية المهمة في اللاهوت المسيحي، الكينونية، الكلمة اليونانية كينونية تعني الشركة، وبس هلأ تقدموا تتناولوا منسميها أيضا الشركة. الإنسان بحط من ذاته والله يعطي من ذاته، هذه هي الكينونية، هذه هي الشركة. اقبلني شريكا، بدك تحط من ذاتك، بدك تعطي من وقتك، بدك تعطي من حياتك، بدك تعطي من مالك، بدك تعطي من أيامك، بدك تعطي من أشياء كثيرة بحياتك، أولاً لله وثانياً للآخرين. وقد تم خلال القداس الإلهي تنصيب اللجان الجديدة لمكتب شبيبة الأبرشية، وهم لجنة الجامعية والعاملة، لجنة الإعداد والثانوي، لجنة البراعم، بالإضافة للجان الداعمة، اللجنة الروحية، اللجنة الإعلامية، وفريق التنشيط. استمر اللقاء بعد ذلك بفقرة التراتيل الحركية قدمها فريق التنشيط، ومن بعدها قدمت الأخت الراهبة وجدان مكرم منسقة اللجنة الروحية شرحاً لشعار مكتب شبيبة الأبرشية. نتمنى أنه هالشبيبة اليوم تستفيد من هاللقاء، ويعني يطلعوا بثمرة أكيد، ويفيدوا فيها شبيبتهم، وينمو هم نفسهم روحياً بنعمة ربنا أكيد. بالنسبة لموضوع كمان القداس، تم اليوم تنصيب لجان مكتب شبيبة الأبرشية. صار في عنا 3 لجان أساسية، اللي هم لجنة الجامعية والعاملة، لجنة الإعدادي والثانوي، ولجنة البراعم، بالإضافة ل 3 لجان داعمة.
الداعمة اللي هي لجنة فريق التنشيط، اللجنة الإعلامية وكمان اللجنة الروحية. هذول طبعاً بخدموا لمدة سنة من بداية سنة 2020 لنهايتها، وبعدين برجع بصير اختيار أو انتخاب أعضاء ولجان جديدة. فأكيد كمان منصلي لهم إنه ربنا يعني يكون معهم ويقويهم، ويعني يقدروا يشتغلوا حسب إرادة ربنا للشبيبة تكبر وتوصل كلمة ربنا لكل حدا بالشبيبة بالكنيسة وبالمملكة. السنة كان في إشي مميز اللي هو بالقداس الاحتفالي، تم تنصيب لجان الشبيبة الكاملة للإعداد والثانوي والجامعي والعامل والروحي والبراعم. تأملنا أنه مع بداية هالسنة يكون إقبالني شريك كان هو نقطة بداية لكل اللجان اللي هي تشارك يسوع بالفداء، اللي نكون مع بعض بالمسيرة خلال السنة هاي. وإن شاء الله يا رب نتمنى التوفيق لكل اللجان، نتمنى التوفيق لأبتنا، التوفيق للجنتي، وإن شاء الله يا رب يكون معنا كلنا، وإن شاء الله أن يكون لقاء مثمر. وبعدها قدم ضيف اللقاء قدس الأب ساسين غريغوار المرشد الروحي لشبيبة البطريركية موضوع اللقاء اقبلني شريكا من خلال نص غسل الأرجل، وقد ركز على مجموعة من الأفكار. مشاركتنا اليوم في لقاء شبيبة درب الملكوت، شبيبة أبرشية البطريركية لأبرشية في بيترا وفيلادلفيا، هي افتتاح إلى مسيرة خلال السنة اللي في بشارة، وحبوا ياخذوا السنة موضوع غسل الأرجل. فإذا أنا أعيش في يسوع الذي يريد أن يؤله أن يرفعني العلاقة، ويميز هذا النص مش رح يحكي عنه كله، ولكن يميز بين العلاقة الكيانية بين الابن والآب والعلاقة بين الابن والتلاميذ الذين سيؤمنون باسمه والذين أعطى باسمهم الخلاص. إذا الخلاصة إنه أنا بدي أحمل هالرسالة اليوم، بدي أعطي، بدي يكون على مثال يسوع، أنسحق إلى النهاية لكي أقوم بالمجد. وبعدها تناول الجميع طعام المحبة، واشتمل اللقاء أيضا على حلقات عمل وألعاب ترفيهية.